معارك يسودها طابع الكري والفر في منطقة مرج السلطان. فبعد تشكيل غرفة عمليات موحدة تضم عدة فصائل لعل أهمها فيلق الرحمن وجيش الإسلام، تمكن الثوار اليوم من استعادة عدة نقاط قد فقدوها مؤخرا، فأعادوا السيطرة عليها اليوم في هجوم عكسي لهم. أتى ذلك ضمن تنسيق عال لكتائب الثوار، فمني النظام بخسائر بشرية عديدة تجاوزت 25 قتيل، إضافة لتدمير عدد كبير من آلياته. تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة من فصائل العاملة في الغوطة الشرقية من أجل استعادة بعض النقاط التي خسرها المجاهدون بالفترة الأخيرة في منطقة المرج وجزء من مطار المرج العسكري، والآن المجاهدون مستعدون للقيام بعمل عسكري لاستعادة ما خسروه من في المعركة السابقة التي دامت 60 يوم من القصف المتواصل قام بها النظام على منطقة المرج والمناطق المحيطة بها. الغرفة المشتركة كان أكبر الفصائل المشكلة لها في المنطقة جيش الإسلام، حيث استعادت بعض النقاط والآن تجري عمليات كر وفر، وفي الأيام القادمة بإذن الله نقوم بعمل عسكري كبير لاستعادة ما خسره المجاهدون. البارحة كانت خسائر النظام في محيط مطار المرج 25 قتيل وبعض الآليات. تصعيد غير مسبوق لم تشهده المنطقة من قبل. طائرات النظام وآلته الحربية غيرا ملامح المنطقة بشكل كامل، حيث تتبع قوات النظام لسياسة الأرض المحروقة للتقدم والسيطرة. كتائب الثوار أكدوا لنا عن استعمال قوات النظام لأسلحة محرمة دوليا، حيث يعيق ذلك تقدمهم، فالطائرات الروسية لا تغادر سماء المنطقة. نحن يا أخوان اليوم في منطقة المرج، وهاي هون مناطق جبهات المرج، وإن شاء الله نحن صامدين. اليوم الوضع العسكري على الأرض، نعطي معلومة للأهالي، لا قدرة عندهم على الأرض ولا عندهم قدرة أن يقدموا هذا النظام الغاشم، ولكن عم يستعمل الطيران الروسي وعم يستعمل الراجمات وعم يستعمل الكيماوي والفسفور، وأنتوا عندكم أخبار بهذا الشيء، وعم يستعمل كافة أنواع الأسلحة مع طيارة الاستطلاع، ولكن لا قوة على الأرض، هو لا عنده قدرة يقدم على الأرض. نحن بحد ذاته اليوم عم ندافع بإذن الله تعالى عن بلدنا. بعد أكثر من 60 يوما من المعارك لا تزال كتائب الثوار تحاول التصدي لجميع محاولات النظام الذي يسعى للسيطرة على المطار الرئيسي وفصل منطقة المرج عن الغوطة الشرقية، مما يهدد أكثر من 50,000 نسمة من النزوح والبقاء بلا مأوى. قيس القاضي، قناة الجسر الفضائية، منطقة المرج، ريف دمشق.